السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا اخوان هاي زي ما انتم شايفين فكاسات، هاي الفكاسة انا عملتها، هاي جبتها جاهزة، لكن اللي عملتها لسه انا ادق، ركبت لها جهاز زي هاد شايفين. المهم حكيت هاي صار لها الفكاسة تقريبا 11 يوم شغالة، فيها مروحة وفيها بلاطة حم عشان لازم تضل عتمة. هذا استعملنا اللي هو اللي بسموه كلكل، حتى طبعا هناك حطيت جهاز، هذا الجهاز فيما قطعة الكهرباء 5 دقائق 10 دقائق الموتور عندي بيشتغل. هذا الجهاز بيخزن كهرباء، ما بيخلي تفصل وترجع عشان ما يصيرش حرق في الأجهزة أو في الحساسات تاع الأجهزة. المهم حكيت عشان نشوف العلب والبيض ممكن يحتاج المادة، المادة اللي حطيناها تحت البيض تحتاج مي، تحتاج ممكن المادة اللي حطيناها تحت البيض تحتاج مي خفيف بس، هاي بتيجي زي الاسفنج. بدنا نفتح ونشوف، وبدنا نحط هان كزاز عساس يصير نكيم مثلا الحرام ونطلع من داخل الزجاج احسن. بدنا نفتح حسا من هان هيك ونحط. طبعا الحي عندي وباضت في وقت برد شديد جدا، لكن احنا مسيطرين على الوضع والحم وعلى الاجهزه الدقيقه جدا اللي بتقيس الحراره. هات اشوف هذا الكزاز، احنا بدنا نفتح هاي الجهه ولا هذيك، والله ما عارف هذيك. نفتح هاي الجهه. طيب حط هذا الزجاج، بس احنا بدنا نفتح اقصر من الكزاز. اعطيني اشوف اعلم عساس يجي فوق، يعني بدنا نحكي لحظة شوي، نعمل هيك علامة وبعدين علامة هيك وعلامة هيك وعلامة هيك وعلامة هيك. بس ايش بدنا نعمل؟ بدنا نفتح اقصر من العلامة. مثلا هاي العلامة بنحط وين راحت الهيان؟ ايوه هيك، نجيبها لهيان هيك مزبوط، هيك بيطلع زبط. ايوه بنفتح اقصر وبنسمي هيك، خليني افتح. بسم الله شوي شوي بس. لكن هكيت هان كمان، نجيب لهان هيك ونفتح من هان من هان هيك. ومن هان نقصر كمان. طيب اصبر بأثرش بأثرش من هان هيك، بدناش تنزل الحرارة كثير. ارفع ارفعها كلها بهمش، ممتاز. هالضوء هاي البيت شغال. هناك في تعريق شوي صغير مش كثير، هنا بدنا شوية مي. سكر لتطلع الحرارة، نسيب نطلع من هنا على الكزاز على البيض. طيب ابعد شوي، اعطيني شوية مي. هاي صارت الحرارة تنزل شايف بسرعة، يلا 1 2 3. اعطيني شوية مي. طب حطي كله اللي قاعد معرف فوق كتفة صغيرة. نجيب الفكاسة شايفينها تكون فيه البيت جواها.
نطفة صغيرة بدي بفنجان، بعرفش أدير هيك. هات كمان شوي على المادة، كمان فنجان، بس نصير على نطلع على الكزاز أحسن. كمان واحد بلاش بدهاش، في عليها تعريف مليون بلاش. فينا نسكر البلاستيك هاي. تمام. الحرارة كم نزلت؟ 27. أعطيني السلكون. مش كثير بدنا احنا صح؟ صراحة نشوف شو بصير، إذا يا بنجح يا ما بنجح، ليش أجي علينا أجي بعيد؟ في بابا أجي هاي، كان أجي بعيد شوي بس ما بعرف. أعطيني محرمة يا محمود. بسرعة محرمة. بلشت الحرارة تطلع. خلاص خلاص كيف نسكر. فتحنا الثانية تنضغط، تبين عليها تعريف المي الثاني. رحت السلكون تكتب امسك لا بلزمش هيك تمام مية مية. لا تمام بنفسش بنفسش جد زي الغاز. ما اعتقدش في تنفيس ما بدنا نسكر. خلص تمام مية مية. خليني ارد اعمل هيك مية مية. المهم كل شيء تمام. طيب هالكيت عشان نغطيها ما يلزقش اشي فيها هات لي امسك. لازم يكون جوا ما يكونش فضا. زي ما انتم شايفين هاي السودا اللي جوا اللي بتعطي الحراره يا بتزبط ان شاء الله بتزبط. اذا ما زبطت لا رح تزبط. يعني هاي بدي طريقه اجربها هاي لاول مره. اعطيني كيف بدنا نغطي عشان يصير جوا ايش عتمه هيك بالشكل هذا.
عشان الدنيا كمان برد، هالحرارة بلشت تطلع ما نزلتش معنا كثير، لأنه درجة الحرارة عندنا 5. هيك تمام، هي صارت تطلع. وإن شاء الله مر 12 يوم لسه ضايل قدامنا 90 يوم 80 80 79 78 يوم ضايل. يعني لسه طوالة شغلتنا. هذول البيض الأصلات الشبكية بطول 3 شهور بقعد. نشوف ممكن أكثر ممكن أقل شوي. محططين في كل الأجهزة الإلكترونية والمحولات والكهرباء وكل شيء.